الانطلاقات واول التحديات. ترحيبا ايضا بحضور ومتابعة كل اصحاب السمو والشيوخ على ارضية هذا المكان وهذا الزمان. ينطلق إذن على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام اول اشواط هذا الصباح كأس التحدي هنا في انطلاق هذه النوعية المميزة، انطلاق الذهب في كأس سيحدد مسار هذا السن، سن الإذاع في اندفاع وانطلاق رياضة الآباء والأجداد. ينطلق على البركة إذا مشاهدينا الكرام شوط تدور فيه راحة التنافس على أرضية هذا الميدان لنيل هذه الكأس الغالية، للحصول على الذهب، للتفوق في سن أطلق عليه سن التحدي وكأس التحدي الذي يستبشر بداية انطلاقه وتحدياته واندفاعه دائما إلى الأمام على بركة الله. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام نسير بالمقدمة نتابع الصدارة لمسافة الستة كيلومترات حيث مسار هذه الكأس التي تتواجد هناك على أرضية هذا الميدان بالمنصة الرئيسية. ما شاء الله صراع مبكر بدأ للفوز ونيل الشرف والظفر بهذه الكأس الغالية في تحديات الانطلاقات والتواصل. هنا على المقدمة والبداية بشائر لتأتي على مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وناصر بن مسفر الشهواني هو اللي يضمرها، بينما التحدي قادم من الاسم العملاق النوعية الفاخرة عموه اللي وصلت الآن هناك إلى مقدمة هذا الشوط لتقود صدارة هذا الشوط لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. انتقل إلى المركز الثالث وهنا على ثالث المراكز الواصلة في المركز الثالث لسمو الشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان، وهناك راشد بن محمد بن زقيبة المري في التضمير. انتقل إلى المركز الرابع الضعاين في المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ناصر بن مسفر الشهواني اللي يتولى التضمير والتدريب. هناك على المركز الخامس حماس على المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري متولي التضمير والتدريب. خمسة مراكز إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، خمسة نجوم إذن أعلنت انطلاقها وأعلنت تحدياتها وأعلنت منافساتها في هذه اللحظات. لنعرف من هي الفائزة، من هي المرشحة، من هي الأقوى في تحديات هذا الشوط، الشوط الأول الشوط الرئيسي في يوم تزين بالحضور، تزين بالأسماء الجميلة، تزين بالنوعيات الفاخرة، أعلن انطلاق أبطال من أبطال هذه الرياضة العربية الأصيلة. ما شاء الله المرموم 2010 بالفعل يحتضن القوة والإثارة، يحتضن المنافسة، يحتضن التحدي، يحتضن كل ما يدور على أرضية هذا الميدان من منافسات البداية والانطلاقة والعودة إلى صدارة هذا الشوط. ونحن الآن نقارب منتصف المسافة لوحة الثلاثة كيلو مترات التي سيعلن من خلالها، سيعلن من بعدها، سيعلن من خلال مرور هذه النوعيات المميزة بداية الأرقام التي تحمل النهاية وخط النهاية. عموه على الصدارة، عموه هناك في انطلاقة المركز الأول أقوى المرشحات في اندفاع هذه اللحظات، أقوى الأسماء التي تسير مع هذه اللحظة في البداية وهي تعبر لوحة الثلاثة كيلومترات مع هذه اللحظة لهجن العاصفة بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن حمد بن قدير الذي يعلن وجوده على المقدمة
يقدمه على الصدارة. المركز الثاني مشاير على ثاني المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. هناك أيضا ناصر بن مسفر الشهواني المرعب الذي يقدم انطلاقتي واندفاعتي ما شاء الله مشاير على المركز الثاني. الضعاين وصلت الضعاين هنا في هذه اللحظات. اسم عملاق، اسم يحمل منطقة هناك بدولة قطر الشقيقة. الضعاين سعادة الشيخ القعقاع بن حمد وخليفة ذاني وناصر بن نسفر الشهواني المرعب القادم بأكثر من تنافس في هذا الشوط المثير. هناك على رابع المراكز تأتي حماس أيضا على المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة ثاني. وهناك سالم بن فاران المري. الله 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 الله. المركز الخامس أعود إلى مقام في المركز الخامس لهجن العاصفة. وهناك حمد بن راشد بن حمد بن غدير أيضا في تقديم مقام إلى المقام الكبير إلى المكان المثير إلى التحدي الخطير. الله الله الله. كل الأسماء تحمل البداية، تحمل التنافس، تحمل الانطلاق والهدوء الذي يسبق عواصف هذه النجوم، عواصف هذه البوارج حينما تحدد مسار التحديات. 2 كيلو يا مشتركين، 2 كيلو يا متابعين، 2 كيلو يا مشاهدين، كل من يتابع ايضا دبي ريسنج على الهواء مباشرة وهي ناقلة لهذه الاحداث، ناقلة لهذه التحديات، ناقلة لهذا المسار، المسار الجميل الذي يحدد مسار هذه الهجن، هذه النوعيات القوية والمثيرة والتي بدأت تأخذ أيضا مسارها، تعلن مسارها، تتسلم عموه. الله 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 الله. يا سلام يا سلام يا سلام. عموه عمات الأصايل هنا على المقدمة على الصدارة على المركز الأول سافرت وأبحرت، توكلت وهناك تقدمت. يا سلام. تستحق الكأس، تبدأ بالكأس، تبدأ بالانطلاقة، تكرر للإنجاز، تحدد المسار، تعلن انطلاقها ما شاء الله بانفراد مع هذه اللحظات. الله. هي النوعية الفاخرة، هي النوعية التي سجلت وسجلت أيضا هناك تقدم هجن العاصفة إلى الصدارة إلى المركز الأول. نوعية لا يمتلكها إلا هذه الإمبراطورية العملاقة، إمبراطورية العاصفة بتقديمها لهذا النوع المميز والمرشح الأقوى والأوحد ما شاء الله. بدأت من الأمس، بدأت من الماضي، بدأت من العام الماضي بتحدي الكأس وكأس اللقاية تفوز به عموه. وهذه أيضا العام الثاني على التوالي. الله. سجل يا مسجل ودون يا مدون. تحية لمخرجنا ومن يتابعنا، تحية للشاشة التي تحمل هذا النوع الممتاز وتحمل هذا الرقص المتميز في هذه اللحظات وهذه الانطلاقة الجميلة التي تصل بعموه إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى التحدي، إلى النوع الجميل. شكرا براشد، شكرا براشد على فكرتي الإنتاج المميزة. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه، وأيضا الشكر لمالك الإمبراطورية الكبيرة العاصفة التي قدمت هذا الأداء. ما شاء الله تبارك الله. واثق المضمرين ينقل التحية، ينقل السلام، ينقل الإثارة هناك مباشرة إلى مرغم عموه على المركز الأول. عموه يا سلام. ابصمي هناك بأقدامك على نهاية هذا الشوط، على خط النهاية، لتكون هناك التحديات ويكون هناك الأداء والتوقيت المميز الذي تسجل دائما تاريخي. تاريخ الأداء، انطلاق الأداء، اندفاع الأداء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه اللحظات التي تحمل الإثارة والتواصل والانطلاق مباشرة ما شاء الله. هناك على المركز الثاني وصلت مقام لهجن العاصفة. المركز الثالث كانت الضعايل لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. والمركز الثالث لهجن العاصفة وصلت في المركز الثالث ورابع المراكز.
لحظات الإثارة، لحظات الفوز، لحظات الانتصار. القبلة، القبلة التي تحدد مسار الناموس، وهنا تتواصل بحضور القطب الكبير في هذه الرياضة العربية الأصيلة هنا. وأول التهاني لمالك عموه ومالك هجر العاصمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. بالفعل قبل الفوز كانت تحدد المسار، كانت تعرف أين الكأس، تعرف أين يسير هذه التحديات، تعرف أين تكون هذه المنافسة، تعرف أين يكون خط النهاية، تعرف الحضر حمدان فزاع تعرف هذه الانطلاقات، تعرف التنافس على أرضية هذا الميدان. تبارك الله، الناموس براشد، الناموس براشد على هذا الفوز، الناموس على تقديم هذا النوع الجميل الذي ألهب حماس المشاركين وألهب حماس المرشحين. وجاءت عموه لتكون صادقة في ترشيحها، مؤدية أيضا لأدائها الجميل بهذا الانطلاق، بهذا الفوز الأول في يوم الكؤوس، يوم التحدي، يوم التنافس. ما شاء الله، بالدفاع الجميع وانطلاق الجميع وتحدي الجميع مع هذه اللحظات الجميلة. بالفعل تستاهل براشد، تستاهل الرياضي شامل، تستاهل التحدي والانطلاق. وهذه عموه إذن مع هذه اللحظة، مع هذا الأداء الجميل، مع هذا التحدي. 9 دقائق 4 ثواني 8 من الأجزاء من الثانية. سجل يا تاريخ هذا الموقع، سجل يا تاريخ هذا الرقم، سجل يا تاريخ أيضا هذه اللحظة الجميلة. وعموه للعام الثاني على التوالي تكسب هذه كأس، تكسب هذه الذهب، تكسب هذه التحديات، تكسب الانطلاقات. ما شاء الله تبارك الله، مع هذه اللحظة، مع هذا التواصل، 9 دقائق 4 ثواني 8 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي تسجل في هذا اليوم، في هذا الصباح، في هذه اللحظة الجميلة. ما شاء الله، ثاني المراكز أيضا ذهب إلى مقام لهجن العاصمة وحمد بن راشد بن غدير الواثق. قدم أداءه جميل، قدم انطلاقه جميل، قدم تحديات 9 دقائق 14 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية. الله 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 الله، المركز الثالث قدم الانطلاق، قدم التحدي، 9 دقائق 16 ثانية وجزئين من الثانية هو توقيته الزمني، واللي حصلت عليه الضعاين لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ناصر بن مسفر الشهواني المرعب مشكور على هذا الأداء وهذا التواصل وهذا التواجد على أرضية هذا الميدان. هنا أيضا لحظات بعد الفوز والانتصار والناموس الذي سجل تحت هذه الأخفاف التي انطلقت على هذه الرمال، تحمل أيضا ما شاء الله واحدة من الأسماء الكبيرة والعملاقة والتاريخية. فكرة بدأت، وفكرة هنا حصلت، وفكرة انتجت، وفكرة هنا تواصلت بهذا التحدي المثير على أرضية هذا الميدان. عموه بالفعل هي فارس هذا الشوط، هي التي أعلنت انطلاقة هذا الشوط. عموه 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 بالفعل تغنى، والكل تغنى بهذا الاسم، الاسم المميز والنوع المميز والانطلاق المميز والتهنئة المميزة أيضا التي تواصلت بفوز عموه بالكأس الثاني على التوالي، ذهب بذهب منذ أن أنتجت وهي كلها منجم للذهب. هنا تحمل هذه النوعيات المميزة، هذه الانطلاقات المميزة التي لا